السلام عليكم حق رجب حبيبي شيخ. الله يكرمك حق رجب. والله انا جاي اقعد معاك حبه وانصحك في السجاير دهيت. انت بتشرب سجاير لحق رجب؟ بس بصراحه يعني مش عارف اقول ايه. اتعلمتها وخلاص وشبطت فيها. وفيها طب هي فيها فايده حاجه رجب؟ والله صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. بتمنع بلاوي كتير. بالنسبه لك طب انت حاج رجب مش عارف بصراحه انها بتغضب ربنا؟ والله يا رب ان الله غفور رحيم. ان الله غفور رحيم. بس يا حاج رجب والله حاج رجب صادق. اول حاجه صادق هي ربنا حرمها في الكوره. طب استنى بس حاج رجب استنى بس تعالى انت كده اجي انا كده بس اصبر بس حاج رجب. ربنا سبحانه وتعالى قال في القران ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ده واحد. والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. والنبي قال انك ستسال يوم القيامه عن هذا المال من اين اكتسبته وفيما انفقته. الامر تاني حاج رجب بعض الناس بتقول ان كان حلال ادي احنا ايه بنشربه وان كان حرام ده احنا بايه بنحرمه. يعني كانت حلال ان كان حلال لا يا حاج رجب اصل ما ينفعش ان انا اجي انصحك. اديني نصيحه والله لولا خوفي عليك ولولا حبي لك وانت تعلم ذلك ما اتيت اليك. وانا اعرف انك راجل محترم في عيلتك كلها عليه الصلاه والسلام. هتحبني اكتر من نفسي؟ لا لا يبقى ايه بس بحب لك الخير والله حاج رجب. سيب نفسي لنفسي. بحب لك الخير وديننا ده بيحسنا على ان احنا نحب الخير للناس. وذلك اضعف الايمان. وذلك اضعف الايمان. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وقال ايه انت شايفه عارف ماشي حاج رجب. التانية دي اسمها نستنى ما افتكرها لك. مفيش مشكله حاج رجب بس احنا عاوزين نقوله برضو حاج رجب السجاير فعلا حاج رجب بتعصب اكتر من دقيقه. معلش يا حاج رجب دقيقه واحده. حاج رجب انا جاي انصحك لوجه الله لوجه الله والله يا حاج رجب ربنا يحبك لو سبتها. انت سبتها في رمضان يا حاج رجب بالنهار؟ صلي بالله على النبي. سبتها بالنهار؟ انا بطلتها ثلاث سجاير ثلاث ايام كنت اجيب نفسي كده. ليه؟ فانا بنحاول ندركها واحده واحده وايه والدنيا يوصل مش عسر عم الشيخ سعيد. طيب ايه توعدنا ان شاء الله انك تحاول؟ لا مش هوعدك. طب ما تحاول حاج رجب. انا هنحاول بس مش هوعدك عشان لو وعدتك يبان هنفذ وانا مش هنعرف. ما تحاول كده قول يا رب. ما تقول يا رب يا حاج رجب والله بدعي لك. طب اقول لك حاج رجب طب اقسم بالله ادعي لك في صلاه التهجد اقسم بالله والله لكل ولاد خالتي واولاد خالي واولاد عمي واولاد عمتي فقلب وانا رافع ايدي والناس كانت بتقول امين. بحبك يا حاج رجب بس بالله عليك يا حاج رجب عاوزك توعدني انك تبطل. لا طب عشان خاطري على عيني وراسي. بص النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حاج رجب بلغوا عني ولو آية انا واجب علينا ان ابلغك. وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ايوه فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. بس انا جيت يا حاج رجب اقول لك عشان انت اخويا الكبير وخايف عليك والله. وانت طبعا يعني اقول ايه بس انا عاوز ابص يا حاج رجب اهو كمان مره والنبي اهو قول لا اله الا الله وصلي بالنبي ماشي. وسلام عليكم حاج رجب واحنا سعداء بيك والله. بس نفسنا ترمي السيجاره ارميها يا حاج رجب بالله حتى عشان بس الناس دي تقول ان عرفت اقنع واحد مدخن. عرفت اقنع مدخن اعند مدخن شفته في حياتي الحاج رجب. المدخن العنيد اعند شخصيه شفتها في التدخين الحاج رجب. لكن ان شاء الله هيوعدنا ان هيتوب منها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيتوب. ربنا يحبك يا حاج رجب والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.